بينما هي او معانا سيد محمد ليلي المنصري بالهاتف باش يوضح النقطه هذه. مساء النور سي محمد. مرحبا بك مريم، كل الحضور الكريم وكل مشاهدين ومستمعي تلفزيون. شكرا لك. إذن الى حد الان سيد محمد ليلي المنصري ما زلتوا ما قررتوش في اي يوم باش يصير فيه الدور الاول من الانتخابات، مي اللي نعرفه اللي هو باش يصير يا اما يوم 6 او 13 او 20 اكتوبر. هو في الواقع مجلس الهيئه عنده مده معناها فعليا، هو حاليا في الانتخابات الرئاسيه، قال لاحظتوا حتى عمليه التحيين انطلقت على مستوى هيئتنا الفرعيه، معناها انطلقت عمليه التحيين بصفه فعليه، ووقع هناك بلاغه نتاع انتدابات باش تكون هناك نسق تصاعدي في خصوص الفرق المتنقله لعمليه التحيين. لكن بطبيعه الحال اعمال تحضيريه صارت على مستوى الاداره التنفيذيه بكامل فروحها، الشؤون القانونيه بالنسبه للاداره بتاع الشراءات، العمليات الى اخره، وقع رفع هذه المخرجات الى مجلس الهيئه اللي بسبب نقاش المخطط العملياتي اللي هو في اللحظات الاخيره بطبيعه الحال قرار نتاع الترتيب المتعلق بالشروط، مش هو فقط رساله قانونيه احنا في بصدد دراستها، المتعلق بالحمله، الانشطه، التمويل، المتعلق بالفرز، النتائج الى اخره، لكن اول قرار هو باش يكون بطبيعه الحال قرار ترتيب متعلق بالشروط اللي نقاطه العريضه قاع الاتفاق عليها ان شاء الله يوم السبت تم المصادقه عليه ان شاء الله باذن الله. بطبيعه الحال بالنسبه للموعد، الموعد هو في الواقع هناك مذكره جاتنا من الاداره التنفيذيه وبسبب دراسه صلب المجلس، لانه تحديد الموعد تحكم قواعد اللي هي قانونيه دستوريه، هذه القاعده الاولى، معناها يلزم تكون في 3 أشهر من المده الرئاسيه، يعني في الفتره باش تكون ما بين 23 جويليه و23 اكتوبر، هذيك هي الفتره يلزمها تكون في المده هذيك، هذا هو الاجال القانونيه الدستوريه. ثم تحكمها مثلا تاع نجاعه، شنو معناها؟ معناها وانه احنا كي درسنا التواريخ هذه يلزم نقرأ حساب المناخ، نعرفوا كل يلزم نبعد شويه على الصيف، نعرفوا الصيف وانه معناها درجه الحراره سخونه، نعرفوا وين المواطنين بالخارج يبدو موجودين لهنا في تونس، نبعدوا كذلك على العوده المدرسيه بطبيعه الحال، ولازم النجاعه يحكمها كذلك الاستقرار الاجتماعي للعائله التونسيه، معناها يلزم نضمنوا وان المواطنين بالخارج كذلك رجعوا واستقروا في اماكنهم، الطلبه، التلاميذ الى اخره. هذاك علاش حتى تاريخيا في تونس الانتخابات كانت في اكتوبر، عندنا مواعيد ندرسوا فيها اللي هي 6 و13 و20 لانه يلزم تكون في عطله رسميه. الدور الاول سي محمد ليلي المنصري، الدور الاول 6 13 20 باش تكون صلب النقاش تاع المجلس خلال ايام بطبيعه الحال، تتم المصادقه رسميا على الرزنامه اللي باش تخضع لهذه القواعد باش نعلنوا عليها بصفه رسميه ان شاء الله. على مستوى قرار الترتيب المتعلق بالشروط، نحب ناكد انه راهي نفس الشروط، راهو قانون 2014 لا زال ساري المفعول، يكفي الرجوع ليه باش تعرفوا هذيك هي الشروط، راهو بدون حتى تغيير، فقط باش تكون ملائمه لشروط وارده بالدستور من 2022، معناها ديجا عندها اكثر من عامين، اللي هي السن 40 سنه، جنسيه تونسيه، وعدم ازدواجيه الجنسيه، والتمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه، فرضوا انه بطاقه على 3 باش تكون كوثيقه لازمه للملف اللي باش يتقدم للترشح. بخصوص المساله نتاع التسكيات اللي عملت جدل كبير اليوم، ما نجموش نغيروا فيها احنا بالقانون، شنو هي؟ 10,000 مواطن من 10 دوائر مختلفه بدون تعريف بالامر. هذه المساله الاولى. او 10 نواب من المجلس التشريعي الاول، لانه وظيفه تشريعيه يتحدد الدستور فيها غرفتين، معناها احنا مشينا وانه 10 نواب من الغرفه الاولى عندهم الحق يزكوا، او 10 نواب من مجلس وطن الجهات والاقاليم، او 40 رئيس مجلس محلي، لانه القانون يتحدث على رؤساء مجالس محليه، 40 رئيس مجلس محلي. المجالس المحليه المنتخبه بالنص اللي هي تنجم تكون مجالس محليه او مجالس جهويه او مجالس اقاليم، يعني هناك توسعه نوعا ما في التسكيات. يعني فما يعني اربع امكانيات ما بين 10,000 تسكيه بلاش تعريف بالامضى، او 10 نواب من مجلس النواب، او 10 نواب من مجلس الجهات، او 40 منتخب من المجالس الجهويه، او تسطر على الاول مجلس جماعات محليه منتخبه، يا يعني باش يكونوا رؤساء مجالس محليه او جهويه او اقاليم، يعني يكفي وانه يجيب تزكيه من الانواع الثلاثه هذه باش يكون عنده الحق في الترشح بطبيعه الحال، وهذه شروط، راهي شروط وارده بالقانون اللي احنا ما عندناش
اجتهاد باش نغيروا فيها ونبدلوا فيها، هذيك هي معناها. عموما مازلنا في الاجال بطبيعه الحال، مش باش نخدموا تحت الضغط احنا بطبيعه الحال. كان تتذكروا في 2019 صدقنا في 25 جويلية على روزنامة، وانتخابات صارت في 15 سبتمبر، معناها ماهيش اشكال، في ظرف شهرين صارت انتخابات رئاسية، احنا تو مازالوا أكثر من 5 شهور، معناها ماهيش اشكال، لكن هذا ما يمنعش وأنه راهو باش نصادقوا إن شاء الله عن قريب العاجل، باش نعطوا فرصة أكثر لإعداد الشروط بتاع الترشح سواء كانت شكلية أو موضوعية. وهذه ننتظروها بعد أيام سيد محمد تيلي المنصري والروزنامة كاملة؟ بعد أيام إن شاء الله نهار السبت هذا إن شاء الله نصادقوا على القرار الترتيبي المتعلق بالشروط، و خلال ايام باش تكون هناك التاريخ الرسمي بطبيعه الحال صوب مجلس الهيئه، وبالعمل مع الاداره التنفيذيه، على خاطر عندنا مذكره نتاع هاي شنية المعايير المعتمده لاختيار هذا التاريخ، المعايير اللي كنت نحكي عليها تحكمها المعايير القانونيه الدستوريه، وكذلك معايير منطقيه واقعيه كما حكيت عن الاستقرار الاجتماعي للعائلات التونسيه، اللي هي من المحبذ الهيئه باش تكون ان شاء الله التاريخ هذا في شهر اكتوبر وفقا لتاريخ من 3 تواريخ اللي اخترقها. واضح، شكرا لك سيد محمد ليلي المنصري عضو هيئة الانتخابات على هذه المداخلة وهذه التوضيحات، بديت الأمور تضح. أي سيدان.